السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أرحب بكم من جديد. عذرا أصدقائي، يعني الصورة ولا الفيديو غير واضح جدا. الله غالب، هذا ما حلبة البقرة، ما عنديش آيفون. المهم الحمد لله تم شفاء الطائر 100%، يعني الذكر اللي كان عندي وكان فيه المرض في عينيه الحمد لله تم شفاؤه. الإناث راهم جاهزين في زوج 100%، بقى درك نتكلوا على ربي سبحانه. كاين حاجة نتكلموا عليها في الموضوع هذا، مانيش عارف نسيتها سهيت عليها. مهم الحمد لله نبهني بها أحد المشاهدين وأحد متتبعي قناة بارك الله فيه. لما تدخل الذكر على الأنثى، يعني عندك ذكر جاهز والأنثى تبالك أنها جاهزة، وتدخل هذاك الذكر على الأنثى، قلنا كاين واحد الأمور اللي لازم أنت تراقب الطيور وتفهمها مليح، لازم تفهمها مليح خاصة في الغريزة نتاع الطيور. شوف احنا في الطبيعة، يعني واحد الوقت مين كان الحسون ولا ذركي تشوف انت طائر تفاح النينو ولا السورة، ولا نشوف واحد الظاهرة كيلحق موسم التزوج تلقى الذكر ولا الذكرين يلاحقوا في أنثى، يعني يلاحقوا فيها عن طريق الطيران، تحط في شجرة يلاحقوها. هنا هذه غريزة في الطيور، يعني حتى لو كانت تكون أنثى جاهزة باش تقبل بالذكر لازم يلاحقها ويديرون جيها ويغني عليها ويضربها ويدير رقصات هذو باش تقبل به. يعني هذه في الحيوانات كامل، يعني لازم الذكر يبين الجمال تاعو وقوة التغريد اللي عنده ويلاحق الأنثى باش تقبل به. أما الحياة اللي عندنا احنا في القفص هذيك تاع أنك تجهز أنثى تكون جاهزة وتدخل عليها ذكر جاهز تقوم مباشرة بوضعية التزاوج ويلقحها، هذيك حياة القفص. أما الحقيقة ولا الغريزة اللي لازم تكون في الطيور هذه أنه الذكر يلاحق الأنثى، يبقى يلاحق فيها يديرونجي فيها بالغنى، يلاحق فيها يضرب باش يبرز السيطرة عليها. هذه هي الغريزة الحقيقية. أما الشيء اللي نشوفه احنا عندنا في الأقفاص تجهزها تجهز تماما وتدخل عليها الذكر، هذيك في الأقفاص، في حياة الأقفاص. صحيح فهمتوني؟ إذا هنا واش راح نقول لك، أنت عندك ذكر دخلته على الأنثى، تشوف أنه الذكر هذا يلاحق في الأنثى بالتغريد صباح وحشية ويطيح فوقها ويطلع فوقها ويطبزها في الأرض ويطيح على جناحها ويحبس عليها، أنت هنا تخاف تقول ذوك الذكر يقتل لي الأنثى. شوف الحاجة الأولى ممكن تكون فيها بعض المخاطر. وين المخاطر؟ لما ممكن الأنثى كي لحقها الذكر تلصق لك في سلك، يعني رجلها ولا فور يلصق في السلك، هنا تكون الحالة خطيرة. أما إذا ما لصقتش الأنثى وشت الذكر يطلع فوقها ذراع يحوس يكوب ليها بالسيف، هنا هذا أمر عادي وأمر جيد جدا. لازم يصرى هذا الشيء باش يكون عندك إنتاج. إذا أحد المشاهدين اتصل بي صباح نبهني الامر هذا وسالني السؤال هذا، يعني عنده ذاكرة يلاحق في الانثى بالتغريد والانثى مازال ما قبلتش به ومازال ما بداتش تبان عليها انها راح تبني العش ولا تقوم بوضعيه التزاوج، وخايف ممكن الذكر ياذي الانثى. قلت لك لا الانثى تاذات الا اذا لصقت رجلها في احد النوابض هذه اللي كتشوفيها تاع المئكاليات ولا تاع الابواب. اما الباقي كامل ما تخافش عليها، لازم يكون الشيء هذا قلنا غريزة حتى في لاماتير في الطبيعة. ما تلقاش مثلا ذكر مع أنثى مهنيين عادي، لازم الذكر هذاك يغرد ويلاحق فيها من الشجرة الشجرة ويغني في السماء. بكري كان يفوت المال تاع المقنين يلاحق في أنثى في السماء التغريد ما شاء الله، وتشوفيه يلاحق فيها تحط في الشجرة يديرونجي فيها هكاك باش تقبل به، لأنه هذه هي الغريزة. لازم الذكر يفرض نفسه على الأنثى ويبين القوة نتاعو بالتغريد بالجمال لازم يأثر في الأنثى هذيك باش تقبل التزاوج به. انت عندك ذكر يقوم بهذه الحركات خليه، لأنه راح تلقى الذكر اللي عندك ممكن بعد أيام تلقى العش مبني. بزاف اللي صرا لهم يلقى العش مبني يبقى يخمم شكون اللي بني العش، اسكو الذكر او الانثى. شوف الحاله هذه اذا شفت الذكر يلاحق في الانثى وماهيش قابله به ومازال تهرب منه ولقيت العش مبني، عرف انه الذكر هو اللي بنى العش. الذكر كي تشوفه يهز في الخيوط يديهم العش، واحيانا تلقى حتى
سلاطه يعني حتى اوراق الخس ولا اوراق التفاح يديها الذكر للعش. هنا واش هنا حاجه ايجابيه، الذكر هنا راه اختار العش المناسب، خاصه اذا كان عندك عش خارجي وعش داخلي. هنا الذكر راه اختار العش، يعني راه حاب يستبيت، حاب يكون اسره، حاب يتزوج، يبقى ينبه في الانثى ويوري لها انه اختار العش هذا، هو يبدا يبني فيه، هذه كغريزه كذلك. اذا ما تنخلعش وما تخافش، شاية راقب الطيور تاعك، لاني دائما نتكلم عن الحالات، هذه واحده من الحالات اللي تحدث لك انت حاليا، خاصه اذا كنت في منطقه بارده وكانت ساعات النهار مازال تقصيره، اذا راح يحدث لك الشيء هذا. ما تخاف، ما والو، خليها على ربي. صاي انت برك راقب، واذا كانت عندك اسلاك دير كيما انا، ياكم تشوفوا فيهم النوابذ الكاميرا يدير فيهم بلاستيك تاع كوتون تيش، يعني تاع القطن المنظف للاذن، راني قاطعهم ودايرهم في الاسلاك هنا باش الاناث ما تلصقش الاظافر نتاعها، يعني قادر يكون الذكر قادر الانثى، ممكن تحدث لك هذا الشيء وفي الصباح وانت تكون مشغول خدام تجي تلقى عندك زاوش انقرض ولا مات ولا. الحيطه والحذر، راقبوا الطيور تاعكم، قلنا اذا كانت عندك لاباس بك وتقدر تدير كاميرا وتكسبوه، راقب الغريزه تاع الطيور تاعك واش راه كاين، لانه احيانا وين الانثى تقوم بوضعيه التزاوج في الصباح ويلقحها الذكر، لكن انت ما تشوفهمش، من بعد اللي تجي تراقب بتشوف انه الذكر قاعد يراقب، عفوا يلاحق في الانثى وهي ماش قابله به، تقول مازال ما تزوجوش ولا لا. احيانا يتزوجوا ويلقح الذكر الانثى وتقوم بوضعيه التزاوج، واحيانا يلاحقها بالتغريد، يعني كاين اللي ذكر حار يبغي كل وقت يلقح الانثى، تقوم مره مرتين ثلاثه بوضعيه التزاوج من بعد تولي تهرب له. اذا هنا واش تدير انت؟ راقب ان شاء الله باش تعرف اذا راك في الطريق الصحيح ام لا. هنايا كما راكم تشوفوا اصدقائي، من بعد ما برالي الذكر راني دخلته مع الانثى الفوق، شوف الانثى اللي لتحت ثلاث سنوات تقريبا هو يتزوج معها، لكن في السلاكه، لانه كانت عنده الانثى الاولى اللي راحت لي كانت معاه، كان يتزوج معها ويتزوج مع اللي راهي في القفص السفلي. الان جبت له انثى جديده اللي راهي الفوق، راه تقريبا تعلق بها اكثر من الانثى اللي كان متزوج معها من قبل، هذه اللي هي لتحت. هنا راهم جاهزين في زوج الاناث ان شاء الله، درت العش، قدمت مواد التحشيش، درك اللي بنات الاولى نطلق عليها الذكر، راه مع الفوقانيه. درك لو كان الانثى اللي هي لتحت تبني العش وتقوم بوضعيه التزاوج، راح ننزع الذكر من الفوق ونديروا عندها، لله غالب راه عندي ذكر واحد حاليا، وعلى بالي بلي الانثى اللي راهي لتحت حتى لو كان نجيب لها ذكر واحد اخر ما شكيتش. راكم شفتوها كيفاش كانت دير قبيله، شفتوها كيفاش كانت تبحث على الذكر. ان شاء الله باذن الله نتكلوا على ربي ونلتقي في موضوع اخر، وشكرا.